حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط هذا اليوم وفي انطلاقات هذا الصباح الجميل من خلال هذه التحديات وهذه الانطلاقات وشوطنا الثاني عشر الخاص بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل. نتمنى للجميع بإذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع هذه الشعارات ومع هذه الانطلاقات المميزة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، حيث نتعرف على هذه الأسماء وعلى هذه أيضا الأسماء المشاركة مباشرة. شعار بن سليم، شعار بن سليم يتقدم هذه الأسماء ويسير إلى أيضا مقدمة هذا الشوط في منافسة قوية وفي تحدي مع سحابة. حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يقدم لنا سحابة في المركز الأول، بينما المركز الثاني لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي اللي وصل وخذ المركز الثاني. نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث حيث أجد في ثالث المراكز هناك الساعية لمحمد بن عتيق بن علي الاكتبي، وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا أيضا هذا الأداء المتميز مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. النقلة إلى المركز أيضا الثالث أو الرابع في هذه اللحظات، ثالث المراكز وصل شعار بن غدير اللي قدم لنا اللي هي أيضا الساعية لمحمد بن عتيق بن علي التبي، بينما هناك الوصول من خلال حشيمة لمحمد بن سالم المطوع الاكتبي خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول من حضور محمد بن حماد بخرايط العامري يقدم لنا انطلاقة حضور في هذا الصباح والقادمة أيضا للمنافسة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقات، بينما القادمة هناك ما شاء الله هذه الفائزة محمد بن فاران بن عتيج أيضا المري وصل يقدم لنا الفائزة في هذه اللحظات ويقدم انطلاقة الفائزة، بينما الوصول في هذه اللحظات من خلال أيضا تواجد اللي هي ساعة لأيضا سعاد حميد بن سعيد النيادي يتقدم أيضا الشعار الاتحادي ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا هذه الاندفاعة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في اندفاعات هذا الصباح وفي تحديات هذا اليوم، بينما هناك أيضا الوصول والدخول من الزاوية الأخرى القادمة عجيبة لسعيد بن علي بو نواس أيضا الاكتبي، وصل الاكتبي ليتقدم من خلال هذه المنافسة خذ المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك نشوة لبيشان بن محمد بن فهد بن بيشان يتقدم العجمي في هذه اللحظات ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا الأداء المتميز. يا سلام يا سلام، هناك الوصول، هناك الدخول مشاهدين الأعزاء من تبوك لرضا بن محمد بن رضا المدني، وصل ويقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا النتيجة وهكذا الأداء المتميز والجميل مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في اندفاعات هذا اليوم وفي انطلاقات هذا اليوم مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، يأتي في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الجميل المميز أيضا من خلال هذه الاندفاعات. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، الصدارة الأولى. بن دعيفس يقدم لنا الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني حشيم محمد بن سالم المطوع الاكتبي ياتي في ثاني المراكز. المركز الثالث القادمه هناك الساعيه لايضا محمد بن عتيجه بن علي الاكتبي ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من سحابه حمد بن سالم بن سليم الاكتبي وصل مع سحابه، بينما ايضا الساعه القادمه بشعار سعد حميد بن سعيد النيادي يتقدم الشعار الاتحادي ياتي في المركز الخامس في حضور
حضور مميز، في انطلاق مميز وجميل. بونواس ياتي في المركز السابع، ياتي ويقدم لنا في المركز السادس من الزاوية الأخرى ليتقدم من خلال أيضا هناك اللي هي عجيبة لسعيد بن علي بونواس الاكتبي، ياتي مع عجيبة تاخذ المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت الفائزة القادمة بأيضا شعار محمد بن فاران بن عتيق بن قريع المري. مشاهدين الأعزاء ناخذ المركز السابع، الوصول والدخول أيضا من خلال تواجد وسيلة لأيضا سالم بن مطر بن سعيد بن حاذ الاكتبي، يتقدم بونايف ليقدم لنا وسيلة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع، بينما هناك القادمة هي نشوة لبيشان بن محمد فهيد رزق العجمي يتقدم في هذه اللحظات، ياتي في المركز الثامن، بينما تاسع المراكز هذه الظبي مايد بن عبد الله بن سعيد المسافري، والمركز العاشر النويعس لمحمد بن سلطان بن مرخان يقدم لنا النويعس في عاشر المراكز. هذه النتيجه للعشر المراكز الاولى، العشر المراكز المتقدمه هنا، ايضا سرعه الرياح والانواء المناخيه ايضا تشير الى ايضا سرعة الرياح هناك بالعكس، ولكن الاصايل ايضا تأبى في انطلاقة التوقيت الزمنية من خلال هذا اليوم الجميل، اليوم الغايم، اليوم ايضا الرائع من خلال هذه المنافسة. ولكن عودة الى الصدارة، عودة الى مقدمة هذا الشوط، عودة اللي غيرت الصدارة، هذه هي حشيمة محمد بن سالم بن مطوع الاكتبي يقدم لنا حشيمة في المركز الاول وفي الصدارة الأولى في هذا التقدم الجميل للغاية على مقدمة هذا الشوط، ويأتي في المركز الأول مقدما لنا هذه الاندفاعة القوية والعملاقة. بن دعيفس يقدم لنا أيضا انطلاقاته، يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد اللي هي الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، يتقدم بن دعيفس يبحث أيضا عن الفوز والانتصار من خلال المنافسة القوية ومن خلال الأداء المميز. هذه المنافسات الرائعة والجميلة هناك مشاهدين الأعزاء، وصلت أيضا الساعة، سعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم الشعار الاتحادي يقدم لنا هذه الاندفاعة، بينما المركز الرابع الدخول من خلال أيضا الساعية لمحمد بن عتيجة بن علي الاكتبي وصل لهذه اللحظات، خذ المركز الرابع، شعار بونواس قادم للمركز الخامس ليقدم لنا عجيبة سعيد بن علي أيضا بونواس الاكتبي، لياتي من خلال تواجدي هذا الاسم ومن خلال تواجدي هذا الأداء المتميز يبحث عن الصدارة، يبحث عن الفوز والانتصار. هذه الخمس المراكز الأولى، نبدأ بالخمس المراكز الأخرى بقيادة الفائزة، خذت المركز السادس لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع المري، بينما وسيل سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي خذت المركز السابع، المركز الثامن النويعس لمحمد بن سلطان بن مرخان خذت المركز الثامن، المركز التاسع هذه عوايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي، اول ندى لعوايد، بينما هناك الوصول والدخول من مهابه سعادة فري بن علي بن حموده. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط الباحثه عن الفوز والانتصار، ولكن الصداره بن دعيفس غير، بن دعيفس غير وخذ المركز الاول، خذ المركز الاول. هناك ايضا في انطلاقه ابناء العين دار الزين، ابناء ميدان سيح صبره، ياتي عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي يتقدم في المركز الاول، بينما المركز الثاني ايضا عليها علامه الجوده، عليها علامه الجوده، حاصله على المركز الثالث في مهرجان الذيد هناك في شوط المهجنات ضمن انطلاقات اشواط ابناء المنطقه، اليوم مشاركه في مهرجان ولي عهد دبي، ولكن الشعار الاتحادي يتقدم على ظهر الساعه، لياتي هناك ايضا سعاده حميد بن سعيد النيادي يقدم نوعيه فريدة، يقدم شكل أنيق بالفعل أيضا بأناقة هذا الشعار الجميل، ياتي على المركز
الثاني بدأ يغير النقلة مباشرة إلى وسيلة القادمة في المركز الرابع سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي الفايزة خذت المركز الخامس. هناك محمد بن فاران بن عتيق بن قريع المري بينما الوصول الجديد التحدي المثير بدأت الأسماء بالاقتراب بدأت الشعارات بالانضمام إلى الكوكبة الأمامية إلى التحديات أيضا الجميلة للغاية ما شاء الله تبارك الله يا لها من أسماء ويا لها أيضا من تحديات مثيرة. الوصول من نيران القادمة هناك من الزاوية الأخرى تقدمت أيضا بأداء متميز وبشعارها الأحمر اللي خذت أيضا المركز السادس في منافسة قوية. شعار بالدليوي واصل شعار بالدليوي واصل وهذا من معز محمد بن سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي أيضا شعار بن فرحة. هناك عوايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي يا لها من أسماء بالدليوي يقدم لنا أيضا انطلاقة همسة راشد بن سعيد مسهيل بالدليوي الاكتبي. هذه نتيجتنا ما شاء الله نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة. بن دعيفس ما زال في المركز الأول بن دعيفس ما زال في الصدارة الأولى 800 متر الأخيرة الأمتار الأخيرة. هناك أيضا التقدمات والقوة والإثارة خطير بن فرحة خطير للغاية في المركز الرابع بأداء وبنجوميته الرائعة والمعهودة وصلت الساعة. أيضا يتقدم سعد حميد بن سعيد النيادي يتقدم في أداء جميل المجازف بسرعة جنونية يتقدم من خلال التماس محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ما شاء الله يا لها من أسماء. وصل بن فرحة وصل بن فرحة وصل بن فرحة ليقدم لنا انطلاقة معز محمد بن سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي. يا سلام عليك يا بن فرحة يا سلام على أيضا الشعار شعار أبناء الهير القادم بسرعة فائقة على المركز الأول. منذ هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء نزف التهاني من أمام أيضا القرية التراثية في انفراد أيضا الشعار بن فرحة مع معزة تهانينا والناموس على هذا الفوز لأيضا محمد بن سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي. سلام يا بن فرحة سلام وصاحب العوايد ما يخلي عوايد دائما وأبدا هذا الشعار راعي سلسبيل يتقدم في المركز الأول تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه التماس لمحمد العتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث عوايد لمحمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي. المركز الرابع الوصول هناك من هملولة في رابع المراكز محمد بن حميد بن محمد العفاري. المركز الخامس وصلت فيه همس لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي تهانينا والناموس. هكذا أيها المتابعون جميعا هكذا شاهدنا هذه المنافسة القوة والإثارة حيث نعود بالتوقيت الزمني. بن فرحة أيضا من أفرح جماهير بالفعل مع معزة بالمركز الأول 12 دقيقة 42 ثانية وست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي. بينما المركز الثاني التماس لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري حيث قطعت مسافة السباق في 12:45 خمس أجزاء من الثانية تهانينا للمجازف. المركز الثالث وصلت عوايد لمحمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي ب 12:47 وسبع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لكل الفائزين.